ما حكم المشطه المائله وهي جعل جزء من الشعر اكثر من الاخر؟ وهل تدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مائلات مميلات؟ يرى بعض العلماء ان المشطه المائله داخله في هذا الحديث، اي في قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مميلات مائلات، وعلى هذا فتكون المشطه المائله محرمه. ثم هي ايضا خلاف العدل، فان العدل ان تجعل الراس مستويا يمينه وشماله. ثم انها وردت من عادات قوم قد يكون اصلها من غير المسلمين، فالذي نرى أنه يجب على المرأة أن تتجنب هذه المشطة وأن تنتشط على وجه العدل والاستقامة في تفريق الشعر. بارك الله فيكم.